حياكم الله مشاهدينا في فقرة فنون اللي بنتكلم عنها اليوم عن فيلم توهقنا. هذا الفيلم يعد تجربة جديدة في السينما الإماراتية من حيث توظيفه للكوميديا والأكشن للمرة الأولى. فما هي قصة فيلم توهقنا وماذا يقول أبطاله عن تجربتهم؟ يسعدني الترحيب بضيوفي الممثل محمد الكندي والممثل محمود بن شمسان أبطال الفيلم. يا مرحبا بكم. الله يحييك. حياكم الله. الله يحييك. وشيء مشكورين على الاستضافة الجميلة في استوديو الظفرة. شكر لكم على تواجدكم. نورتوا الاستوديو. على صوتك شيء فيك. نفس اللي قاله يعني. صوت عندك أنت. أنا أحيد أنتم شباب. عادي هذا ما صح. فلازم شوي الانرجي تكون أعلى. إيه صح. حيوية نشاط. تبغون نصارخ يعني. ترى ما عندنا مشكلة. أبى أسألكم بداية عن هذا الفيلم. فيلم توهقنا. هذه التجربة مو بديدة على محمود بن شمسان. أنا بخربت شوي. محمود ومحمد صعبة ترى. لا مو طيبة. كلنا واحد. كان لك تجربة ويا هذا الفريق في فيلم كبريت صح؟ إنزين كيف اختلفت هذه التجربة عن التجربة السابقة رغم أن الفريق تقريبا نفس الشيء؟ أوكي. فيلم توهقنا وفيلم كبريت. في بينهم فرق شاسع. فرق شاسع ونقلة كبيرة وايد. نعم. في فيلم كبريت نحن صورنا تقريبا فيلم كبريت 2017. نعم. شاركنا في مهرجان دبي السينمائي 2017 شهر 12 نعرض في سينمات في الإمارات والحين طبعا موجود في منصة نتفليكس. صحيح. فيلم كبريت كان يتكلم عن أول شيء دوري أنا فيه كان أعتقد سلطان فما كنت أتكلم في الفيلم طبعا هذا التحدي وانت لا تضحك يبغى يعلق شو تبغى تعلق على الموضوع؟ الفرق بين هذاك الفيلم وهالفيلم شيء واحد ها. انه قبل ما كان عنده سيناريو لانه صدق كان ما يتكلم طول الفيلم فالفرق ان هالفيلم عنده سيناريو السيناريو ماله اصعب من سيناريو مالنا نحن يعني انه كان في وايد كلام ففي فرق نعم. كبير فهو شيء شاف انه شيء جديد صح انه قبل كان عنده فيلم بس شاف انه شيء جديد لانه الحين يقدر يتكلم يعني انا اللي اعرفه انه يوم ما يكون في سيناريو ايضا صعب لازم يعني تمثل بحركات الجسد بالعيون صح فمنو كان اصعب لك التجربه السابقه ام هذه التجربه اللي فيها سيناريو اكثر كل تجربه فيها تحدي خاص نعم تجربه فيلم كبريت ان انا ما اتكلم فلازم اني اطلع يعني اخلي الناس يفهموني من عيوني من رياكشناتي من كل شيء بالضبط فكانت شخصيه مغايره للشخصيه اللي انا فيها 360 درجه مو ب 180 درجه وايد الشخصيه مختلفه وشكليا كاريزما كل شيء كل شيء غير طبعا الناس اللي حابون يشوفونه طبعا الفيلم موجود في منصه نتفليكس نروج له من خلالكم نروج له فيلم توهقنا شخصية مختلفة وايد فيها عصوبي عصوبي مثل ما قال مكندي عصبي شوي شخصيتي قوية أبى أفرض رأي على كل حد طبعا في الأكشن ما يحتاج أتكلم بارز عضلاتي ما يحتاج أتكلم أنت يعني سويت مشاهد أكشن في هالفيلم مشاهد أكشن كلنا سوينا مشاهد أكشن كان في تدريب خاص حق مشاهد الأكشن مع مدرب خاص من برازيل يعطيه العافيه الله يعافيه وكان في شغل يعني مرتب يعني ما كان انه تعال سوي شيء سوي شيء لا انه كان شغل يعني شغل حلو وكان يباله شويه طاقه وجهد وكل شيء من عندنا والحمد لله قدرنا نادي وان شاء الله شيء حلو بيعجبكم ان شاء الله ان شاء الله بس عندي فضول منو كان احسن في مشاهد الاكشن والله صراحه انا اذا كنت صريح اذا كنت صريح اذا كنت صريح انا اصلا يبين من الجسم ما يحتاج ده هو بشكل عام انه ما شاء الله ادى حتى في مشاهد حلوه طلع فيها تعور شوي انا الشيء الوحيد اللي تعور شوي تعور وايد انا تعورت شوي هو تعور وايد انا انكسرت ريلي في مشهد يعني هو مجتهد اكثر هو مو مجتهد اكثر هو سوى غطة. حركه ما تركب عليه اساسا منو اختار لها الحركه ما حد اختار له اختارها بنفسه عفد من مكان لمكان على صخور وطاح على الارض وركض عشان الفيلم ترى زين واستخدمتوا هذا المشهد ولا استخدمناه يعني يوم طاح اصلا خلاص يعني هالمشهد بيخلص هذه التضحيات لابد منها صحيح لازم لا بالعكس يعني هذا الشيء خلانا نحن نطور اكثر في الفيلم وكيف انت طورت لا هو بشكل عام لما صار الشيء هذا انا لفت ريلي فاضطريت اني اوقف حق اسبوعين
فلما وقفت انا شويه الجدول اخترب. فلما الجدول اخترب بالعكس كان شيء ايجابي بالنسبه لنا، لان المنتجين والمخرجين قدروا يطورون اكثر من الفيلم، ونفس الوقت حصل فرصه انه يزيد من مشاهد الاكشن، وكان شيء حلو، كان شيء حلو صدق. يعني شيء تشوفي يعني رب ضارة النافعة، الضارة النافعة سوت يعني الحمد لله فادتنا بشيء، وكنا نكمل بعض بصراحة. لا يعني سوينا شيء وايد حلو. إن شاء الله بتشوفون الفيلم النهاية وبتعرفون هذا الشيء هو اللي خلانا نسوي هالمشاهد الأقوى. زين، نشرح للمشاهدين أكثر عن الفيلم. مثل ما سمعنا الفيلم فيه مشاهد أكشن صحيح، وأيضا كوميديا. من الكوميدي؟ أنت العصبي، أنت الكوميدي؟ أكيد هذا الجو مو حلو ترى. لا هو بشكل عام نكت، كل ما حاول نكت يقول لي إيه حبطني. لا هو شو بشكل عام الحلو في الفيلم إنه في توزيع حق الكاركترات. نعم. يعني عندك العصبي، عندك المتوتر، عندك الخايف، ونفس الوقت عندك الكوميدي. لأن كل جروب طبعا في توزيع بين الكاركترات. اذا مثلا كان الفيلم كله كلهم كوميديان يكون في مسخره في الموضوع، انه ما حد بياخذ حقه في الموضوع. فهو ادى في العصبيه، في عندك وليد يعطي العافيه ادى في التوتر، وانه كان يحاتي على هذا ذكي بعد، كان وكان ذكي. ومشاعل هي كانت دائما خايفه بس هي كانت شجاعه نفس الوقت وذكيه بعد. نعم. فانا كنت انه من النوع اللي مثلا اضيف كيف اقول ان لمسة شخصية، لمسة كوميديا خفيفة. نعم. على خوف، على كوميديا. نعم. على شجاعة بس مو شجاعة. هاي الكوميديا الحلوة اللي تشوفينها في افلام الطبيعية. الغرب. هي. نعم. مش اللي يعني تشوفوني انا بضحككم، يعني تشوفوني انا قاعد اضحككم خلاص. هي بس هي الكوميديا دائما تعتمد على الموقف. نعم. كوميديا المواقف هي الاحلى شيء، اما هي كوميديا النكت انك تقط شيء وهذا ما عادي قديمة. صح. فان تعتمد على الموقف اللي قاعد يصير. ف إن شاء الله. ونحن بنتعرف أكثر على هذه الشخصيات من خلال هذا الفيديو، خلونا نشوف. لا لا كوتش كوتش واز اوكي. انت خربطتي بها الحركة. خلي المسخرة على صوب وتكلم جدية، كيف معاك ولا لا؟ هي تتكلم جدية ترى. لا 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 خلي عم تزعبي. صح ركز ركز. في الماسك مكتوب انه اساسا اذا بنصور ما بناخذ راحتنا. ما بقى اساسا كلها هذه، عيدي من البدايه لين قبل الاساس. يلا اوكي. تقولوا لي ميته ما بنطول. قلنا جو داون مود. احمد وسالم هاي اللقطه لكم، فاللي هنعمله وي غانا ميك اطلع الصخره هنكمل من هون. ثواني عيد ضربه الراس. اوكي صح. كاميرا سيت هني. شويه هني. اكشن. ليش ما نزلت؟ خلينا نزلت. يلا شباب. لا هاي الوقفات هاي هتخلينا اكشن. قول هلا شو تعملوا انت؟ يعني نشوف في هذه المقاطع صورتوا في الكثير من اللوكيشنز او المواقع، شو من هذه المواقع اللي صورتوا فيها؟ هي معظم المواقع كانت تختلف عن المواقع الثانيه، يعني كل موقع له قصه. فتنوع في المواقع خلانا نحن مثلا ندش مود الفيلم، يعني ما كنا موجودين في لوكيشن واحد محدد، وبعدين كل لوكيشن كان احلى عن الثاني. والحلو في الفيلم بشكل عام الجماليات المشاهد. المخرجين دائما مخرج ريان ومخرج عبيد كانوا يركزون على هالشيء وايد. فيمكن تقدرين تقولين كنا نطول في المشاهد بس المشاهد كانت تستاهل. فقبل كل شيء، قبل التمثيل، قبل الاداء، السيناريو، كل شيء، المشهد لازم يكون جميل بشكل عام 100%. انت قلت كل لوكيشن كان احلى عن الثاني، شو اكثر لوكيشن حبيته اللي طحت فيه؟ لا 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 لوكيشن المستودعات. المستودعات ليش؟ المستودعات لانه هو كان لوكيشن كبير زين في كونتينرات، بس نفس الوقت كل ما ننتقل من لوكيشن لوكيشن تتغير الالوان، يتغير الشكل، يتغير الجو، الاتموسفير. وهناك
كان اكثر التوتر اكثر شيء كان في الفيلم كان في هذاك اللوكيشن. او بالنسبه لك شو اكثر المواقع اللي حبيتها؟ انا هذا من بعد من احلى المواقع بعد كان، بس يوم رحنا مدينه كيزاد في ابو ظبي راعيه شركه 2454 رحنا نصور هناك، شفنا المدن يعني المدينه وايد كبيره حق تصوير الافلام. فهناك رحت يعني انا اول مره اروح هناك بصراحه، فشفت شيء خيالي عندنا موجود في الامارات، هذا الشيء انا احيده هناك برا في الغرب في هوليوود. فيوم رحنا هناك وشفنا يعني اللوكيشنات يعني خطيره بصراحه. هذا المواقع اللي صورتوا فيها يوم كان جرين سكرين؟ لا جرين سكرين اعتقد كان جرين سكرين كان في استديوهات اللي موجود عندنا كذا كذا يعني كذا يوم صورنا هناك، كذا يوم صورنا في اماكن جبليه في شيص في خورفكان في بعض الاماكن وغيرها مثل ما قلنا الكونتينرات في وايد يعني في اماكن متنوعه وكل سين لا شكل مختلف لا لون مختلف له جوه احساس جوه والوانه متناسقه يعني حتى مثل ما تشوفين ملابس الممثلين كلها مختارين يعني بصراحه اشكر المخرجين ريان العباس وعبيد الحمودي انهم صدق عطوا الممثلين حقهم وعطوا الفيلم حقه في هالاشياء. احنا شفنا لك مشهد في الكواليس وانت تتدرب او تمثل مشهد اكشن عباره عن صراع ويا شخص، هل هذا الشخص فقط للتدريب ام ان بنشوف هذا المشهد في الفيلم؟ لا هذا المشاهد موجوده في الفيلم. نتدرب مع الاشخاص يعني نحن تمينا اسابيع نتمرن معاهم يعني ناس متمرسين مختصين في قتال الام ام اي، فنحن مش مقاتلين، فنحن ما نقدر نروح نمثل والله عطني بوكس سوي كذي وطيح وتعور وصار شيء. لا رحنا اماكن مخصصه تدربنا فيها يعني كذا يوم وضبطنا الحركات اللي نحن نباها بالضبط، فيوم انتقلنا اللوكيشن قمنا نطبق هالحركات بالضبط ويا نفس المقاتلين ويا يعني كل شيء. فلما انت تشوفينه حتى لو كان هالشيء تمثيل انت تشوفينه تقولين واو هذا صدق هذا موجود عندنا. يعني احنا ما كنا نصدق في السينما كانت الإماراتية ام العربيه ان نشوف تطور اكثر في افلام الاكشن خصوصا. هو لازم الفرق بينه وبين الاجانب لما يسوون فيلم يتقنونه يعني يخلونه حتى مثلا الواحد لما يدخل في جو الفيلم يحس ان هذا الشيء هل هو حقيقي، ما يقدر يفرق بين الصدق واللي مو بصدقه. فبشكل عام في الافلام الاماراتيه ما فيها تنفيذ، بس الحمد لله يعني حاولنا قدر ما نقدر ان ننفذ هذا الشيء في فيلم توهقنا وان شاء الله بيطلع شيء حلو ان شاء الله. انزين من الشخصيات قلت لي انت الكوميدي العصبي، في عنا المتوتر والذكي وفي عنا الخايف، في الحقيقة وخلف الكواليس شو شخصياتكم؟ كلنا كوميديا كلنا فاصلين. هو شوف الحلو في يعني الحلو في الموضوع ان نحن قبل الفيلم في موقع التصوير كنا كعائلة كنا نحب بعض نسولف نضحك نصور سنابات، بس وقت التصوير جد يعني جد بس بشكل عام يعني الموضوع كان اكثر عن موضوع ان نحن ناس نشتغل مع بعض، كنا اصدقاء سوالف ضحك يعني حتى كنا نتلاقى حتى يعني ايام ما بعد التصوير نتلاقى نطلع مع بعض وكل شيء يعني كانت العلاقه حلوه. الفريق كان جديد عليك ما يعني جديد علي انا، فكيف كانت هذه التجربه يعني نشوف ان محمود ولا محمد؟ لا محمود هو محمود صح كان لازم او كان ديبان. محمود انت كنت تعرف اوريدي الفريق كامل صحيح، ولكن انت كنت جديد، هل حسيت ان انت غريب على الست في البدايه يعني كنت محتاج وقت انك تتعرف اكثر على الفريق؟ هو لا بشكل عام انا تعرفت على محمود اول مره كان في بريمير فيلم كبريت تعرفت عليه وعجبني الفيلم وايد وكنت اتمنى يعني اشتغل مع فريق مثل هذا، ونفس الوقت وليد نفس الشيء ومشاعل كان عندي اعمال وياها قبل مثل اعلانات وتصوير وحركات. فبشكل عام على طول انا يعني دشيت وياهم في الجو واموري طيبه سولفنا ضحكنا على طول دشينا في الجو، لان نحن حتى قبل الفيلم كان عندنا بروفه حق الفيلم اللي هو كان مدته شهرين او ثلاثه. هذا الشيء يعني اول مره بالنسبه لي، لان في الافلام اللي فاتت يعني الواحد يقول لك يلا تعال صور اكو السيناريو يلا صور يلا يا تفضل شوف روني شو تبي تسوي. بس ان هل يعني هالمره كان في شيء
مثل ما تقولين ترتيب متعوب عليه. يعني نحن قرينا السيناريو كله اللي هو تقريبا كم صفحة؟ 100 صفحة. فقرينا السيناريو كله ودربنا عليه ودربنا على المشاهد وكل شيء، عقب رحنا اللوكيشنات وكل شيء وبدينا التصوير. فكان شيء مرتب يعني. نشوف ايضا ان في مشاهير السوشيال ميديا، السوشيال ميديا الحين استوت من المنصات اللي تظهر المواهب، ولكن دائما يقولون المشاهدين ان نستخدم مشاهير السوشيال ميديا، نحطهم امام التلفزيون لجلب المشاهدات، ولكن ما يكون في عندهم موهبه تلفزيونيه او سينمائيه. هل توافقون هذا الراي؟ هو شوف، في ناس بيقولون لا وفي ناس بيقولون هي هذا الشيء دائم يعني، ما في حد بيقول لا هذا صح ولا هذا غلط. وبشكل عام في تو بوث سايدز يعني، مثلا في ناس بتقول ان اوكي في ناس موهوبين في السوشيال ميديا، لما يطلعون في السوشيال ميديا ويروحون قدام الكاميرا كاميرا السينما ما شاء الله عليهم متألقين. في ناس لا، بس يعني عندهم جمهور كبير ومشاهدات وهذا، والفيلم يعني بشكل عام بيكون تجاري، تجاري 100%. هو كل أفلام تجارية، لكن الفيلم بيتركز على بس جذب المشاهدين، ما بيكون في مثلا نوع من الفن والتألق وحركات وبركات، ما بيكون إن الفيلم مرتب يعني. بس إنه لما المشهور يكون عنده يعني مثل جمهور، نفس الوقت هو ما شاء الله عليه موهوب، يكون الشيء خلاص أموره طيبة يعني. ففي شيء وفي شيء، نحن ما نقدر يعني نتكلم في هالموضوع، لأنه في النهاية في طرفين من هال في طرفين من هالموضوع. طبعاً أكيد. صح، أنا بعقب على هالنقطة بعد. لما نحن كنا نتكلم عن هالمواضيع قبل، يعني يمكن نشوف مشاهير السوشيال ميديا يمثلون، ما بقول والله هذا يعرف هذا ما يعرف، في بعضهم موهوبين وبعضهم لأن عندهم جمهور فيجيبونهم المخرجين عشان يمثلون وبينتشر الفيلم بينشهر وهذا، بس يعني الفيلم ما بيطلع بصورة لائقة يعني. الناس اللي بيشوفونه برا بيقولون شو هذا يعني، أنتوا تبون عسب شيء. بس مثلا من ناحية إن كندي معانا ومشاعل، المخرجين رسموا كتبوا السيناريو على أساسنا نحن. عندك سيناريوهات يشترونهم وشو يصير؟ يبون هالممثل يبا تعال مثل. لا، هذا السيناريو قبل ينكتب انكتب على أساس 4: محمود، وليد، محمد، ومشاعل. المخرجين شافوا كندي، ترى كندي مثل تقريبا ثلاثة أفلام مثلها، فشافوا يعني الكوميديا اللي فيه وشافوا الأشياء اللي هو يقدر عليها ويؤديها، خلاص نحن نبغى محمد، انكتب السيناريو على أساسه. مشاعل ترى قبل بعد كانت تمثل في مسلسلات بس مش وايدين يعرفوا، أول تجربة سينمائية لها. فالمخرجين يعني شافوا أنهم فيهم موهبة ويقدرون يضيفونها، أيوة يقدرون يضيفوننا، وفوق بعد أنهم أساسا مشاهير في السوشيال ميديا. صحيح. فهالشي يفيدنا ويفيدهم أكثر. بالضبط. إذا الشهرة على السوشيال ميديا حسب الموهبة. أيوة. يعني ما نطالع الفيوز أو المشاهدات، وإنما الموهبة إذا تصلح أو لا. صحيح. بالنسبة لهذا الفيلم، هو قصته أن 4 أشخاص يسافرون في رحلة، ومن ثم يكون في مشاكل، أحداث، جرائم. لا، هو في ناس يمكن ما يفهمون وايد. شوفي، أنا إذا تكلمت وايد في الفيلم يمكن أحرقه. إنزين، تكلم وايد في الفيلم. ما بتكلم. لا، ما يخصني. الموضوع ما فيه أن 4 شباب موجودين في الجامعة تأخروا على تسليم شو اسمه مشروع التخرج. فتوهقوا في اخر دقائق، وطبعا انا جت بفكره حلوه وقلنا بنصير نصور يعني المشروع وتصير الاحداث. انتوا طلبه في اي تخصص؟ خلاص، نحن في تخصص الاعلام، رايحين نصور تخصص الاعلام، فرايحين نصور مشروع التخرج. انزين، فنحن الطلبه طبعا ريال طيب اعطانا فكره وايد جامده ما شاء الله عليه، وهقنا فرحنا عشان نطبقها، فصارت يعني احداث. ما نبغى نقول شوي الاحداث، بس انتم مثل ما تشوفون في وايد احداث قويه. طبعا أكيد. ليش صارت من جامعه لمشروع تخرج وصارت هاي الاحداث؟ الدور اشياء وبشكل عام الحلو في الفيلم ان نحن حتى كممثلين ما توقعنا النهايه. يعني انا ما هذا السؤال اللي كنت ابغى اقوله، دوم يكون في بلوت تويست او تغير في الحبكه. ولكن دائما نشوف هذه البلوت تويست تكون شوي خفيف او متوقعه. هل هذه التغير الحبكة متوقع؟ ما بتعرفين شو السالفة، كيف بدشين وات. نحن الممثلين ما توقعنا، انصدمنا، قلنا اوه هذا عند نحن ترى. شوفي بقول شو السالفة، في الأزمة اللي صارت اللي هي أزمة كورونا، استوى بريك
فخذينا هذا البريك وكان في وقفنا التصوير. يعني صح ان الفيلم اسمه توهقنا بس نحن الصدق وايد توهقنا في الفيلم. توهقنا وايد توهقنا في الفيلم. صورنا في البرد والحر. ان اضطرينا ناجل الفيلم يعني كنا في الشتاء صرنا في الصيف اضطرينا نصور في الحر. السيناريو تغير بشكل عام بس تغير للاحسن لان نحن تقريبا 4 شهور 3 شهور المخرجين قالوا ليش ما نطور يعني عندنا فرصه نطور ليش ما نطور وبالعكس يعني ريان وعبيد يعطيهم العافيه صدق وايد طوروا من السيناريو نحن انصدمنا فلما وصلنا اللوكيشن وبنشوف شو السالفه هم قالوا ما عليك انتوا صوروا بتشوفون كيف الفيلم بيطلع لين الحين يعني نحن والطاقم ما نعرف شو السالفه نحن بس قاعدين نمثل زين انا الحين عندي فضول اني اعرف نهايه هذا الفيلم ولكن ايضا وصلنا لنهايه هذه الحلقه تشرفنا بوجودكم اليوم استانسنا بروحكم الكوميديه والرائعه الله يخليك مشكورين طبعا على الاستضافه الرائعه في استوديو الظفرة وان شاء الله بتكون لنا لقاءات بعد ما ينعرض فيلم توهقنا ان شاء الله ونبى نشكر طبعا واذا طلعت النهايه مو بزينه لا 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 برجع لك نبى طبعا نشكر طاقم التصوير والمخرجين والمنتجين مخرج ريان ومخرج بيت شكرا على هاي الفرصه الحلوه ولا ان شاء الله بيطلع فيلم مرتب وجميل وبيكسر الدنيا ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يعطيكم العافيه الله يعافيك الله يخليك